لعب امانه لعب يعني كي عند واحد بعد الغريزه يعني كي عجبو ديك شي حاجه سميتها المغرب يعني. وش غنقول لك هو عند واحد النفس على يعني المغربي حقاش انا باش شفته انا ما كنتش كيعجبني كاع المنتخب المغربي، ولكن شفتو كي ديك ديك الهيئه ديالو كيفاش دايره كيبكي انا صراحه عجبني بزاف. علاش؟ حقاش فهمتي عند واحد القريحه على المغرب، عند واحد عند الغيره على المنتخب المغربي يعني عادي زوين كيعجبني وكيلعب زوين وشرف المنتخب ديالنا، هادشي اللي كاين. ومن ناحيه لابوتي ديالو داكشي عادي كيجيني انا عادي كاين، ولكن هو كيوت بزاف وديك الضحكه عنده وديك كلشي جا بسم الله زوين الله يخليه لينا وصافي. امراه بنت زوين والضحكه ديالو زوينه والبنات كاملين كيقولوا لي اللي جا بسم الله. امراه بنت الدري مزيان وديك الدري اللي كيبارطاجيو تصاور مريم زعما كاملين بغاو يتزوجوا به راه هو ياخذ وحده شرعت اربعه بارك عليه. دونك هما كيعرفوا زعما لا بيرسوناليتي ديالو كيفاش داير، هو في الحقيقه كيعرفوا عليه غير انه لعاب ديال الكره وداك الشيء، وشافوا كيفاش تعامل زعما في الماتش وداك الشيء وبقاو كيهضروا عليه. هما حريتهم الشخصيه هذه كيقولوا عليه اللي بغاو، يعجبهم ما عجبهمش كيبغيوه ما كيبغيوش عادي، مي غير هو زعما ما يحصروش زعما داك الشيء كامل في المظهر وفي الشكل. نور الدين عمران كيجيني دري زوين وهذا ونقي كيبان ليا لاعب شجاع، ما عمرني اصلا شي واحد بحالو، حتى الضحكه ديالو زوينه كلشي فيه زوين. البنات اللي كيقولوا عليه باللي زوين وداك الشيء ما عرفتش انا كيفاش كيفكروا، انا كيجيني شخصيا عادي يعني بحالو بحال اي شاب مغربي، وكنت يعني كنفضل انه هو لاعب يعني يشوفوه كلاعب ماشي ك شخص ولا شي مجوج ما خصهمش يديروا عليه ديك الحاله كاع، الا كان داروا عليه على حساب انهم فان ديالو ماشي خصهم يديروا عليه ديك الحاله. زعما راه كيعجبني زعما يتصاحبوا معاه كيديروا عليه طراولات بزاف، زعما راه بغيت نتصاحب معاه وهادي فهمتي. هو راه عارف اش كيدير، هو راه الحلم ديالو هو دوك لي فان، اي واحد الحلم ديالو يكون عنده دي فان بحال هكاك ويتلاقى معاهم وصافي.